معنا من دبي السيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك سيد رائد. دعنا نبدأ الله يسعد أوقاتك. دعنا نبدأ بالنفط. بيانات مخزونات النفط الأمريكية أثرت بشكل أو بآخر على النفط وتراجع قياسا لهذا المعروض الذي جاء أكثر مما هو متوقع، لكن يبدو أن النفط سرعان ما بدأ يستعيد اللون الأخضر، لماذا في تقديرك؟ يعني نحن نكون واقعيين، الارتفاعات التي نشهدها حاليا في أسعار النفط هي مردها أولا لارتفاع نوعا ما الطلب جزئيا بعد أن كان هناك انخفاض كبير بحوالي 30 مليون برميل. نحن عم نتحدث عن تراجع في الطلب بنتيجة الحجر الصحي وإجراءات الوقاية، لكن العودة للفتح الجزئي لبعض الاقتصادات سبب هذا التفاؤل الإيجابي بالفترة القادمة. وأيضا على صعيد آخر هو الإغلاق الإجباري الذي فرض على والطوعي طبعا التخفيض بحوالي 9.7 مليون برميل من قبل منظمة أوبك وحلفائها، وأيضا الضغط على شركات عملاقة وكبيرة مثل شيفرون وإكسون موبيل إلى تقليص الإنتاج بالإجبار بنتيجة أنه الأسعار متراجعة بشكل كبير. هذا سبب نوع من التفاؤل في أسعار، وسبب أيضا فرصة بالمضاربة من قبل المضاربين على أسعار النفط ودفعها باتجاه الـ 24 دولار البرميل بالنسبة لـ WTI. ولكن هذه العقود التي نشهد عليها الارتفاعات الآن يمكن أن تغلق ب 17 شهر 18 شهر الجاري، ويتوقف التداول الإلكتروني عليها، وعندها سوف نتوقف أمام الحقائق، من هو المشتري الفعلي عند هذه الأسعار، وهل سيكون هناك شيبمنت أو إيصال حقيقي لهذه الشحنات. لا أعتقد هذه الأسعار تعكس الواقع، لم يتغير الواقع كثيرا منذ الشهر الماضي الذي شهد أسعارا سلبية عن الشهر الحالي الذي يتم فيه إنهاء التعاملات الإلكترونية بعقود تسليم يونيو. بالتالي نتحدث عنه هو عودة ممكن من الضغط بالاتجاه الهابط، لأنه مشكلة التخزين لا تزال موجودة، مشكلة النقل لا تزال موجودة. نعم، دعنا ننتقل إلى موضوع آخر لا يشغل بال الأسواق بطبيعة الحال، وهو مسألة الفتح الجزئي لبعض الاقتصادات وهذا الاتجاه. لكن أحيانا تقرأ هنا وهناك بعض الاستطلاعات للرأي العام من بيوتات خبرة كبيرة يميل فيها المستطلعين أو المستطلعون إلى تفضيل استمرار الحجر الصحي والعزل على حساب فتح الاقتصاد، باعتبار أن الصحة أغلى من المال، والثلث يذهب إلى الاتجاه الآخر. يعني بين هذا وذاك، كيف ترى مستقبل هذا الفتح للاقتصادات في الدول؟ هل هي بالفعل ستكون ماضية بقوة، خاصة أن ترامب نفسه ألمح إلى أنه مع هذا الخيار، خيار فتح الاقتصاد، وسيمضي فيه أيضا رغم المحاذير؟ يعني أنا مع هذا الثلث الذي يدعو إلى أن الاقتصادات تعاود العمل، ولكن بإجراءات صارمة وبتدابير احترازية ووقائية. لا يمكن أن نتخيل الضرر السلبي الذي قد يحل على الاقتصاد العالمي وعلى قطاعاته بنتيجة الاستمرار في الإغلاق أو الحجر، وخصوصا مع يعني بنظرة منطقية أكثر إذا لم يكن لدي هناك تايم فريم أو إطار زمني واضح ومعلوم نهاية انتشار هذا الفيروس. فلا يمكن التكهن متى سينتهي الفيروس وبالتالي عند الانتهاء أو أبدأ بفتح الاقتصادات. التسارع، نحن نتحدث مثلا، أعطيك إذا نتحدث قطاع الطيران الذي يمثل حوالي من خلال الأفييشن أو النقل الركاب والشحن 30% من الاقتصاد العالمي، من الناتج المحلي الإجمالي من خلال الشحن الذي يقدمه من خلال نقل الركاب كذلك الأمر. إذن التوقف بالكامل وضعفه بهذا الشكل يسبب انهيارات في شركات الطيران، وسيسبب أيضا أزمات اقتصادية بشكل كبير في الفترة القادمة. يجب أن نعي عودة الاقتصاد، ولكن مع تدابير احترازية وترند جديدة، حتى لا يكون هناك مضار سلبية كبيرة يصعب تحقيقها أو التخلص منها خلال فترة زمنية قصيرة. إلى الآن يمكن التخلص من الآثار السلبية خلال فترة زمنية قصيرة من فيروس كورونا، يعني نتحدث عن عامين تعتبر
تعتبر قصيرة، وأن لا ندخل في مستلقعات قد تستمر لست أو سبع سنوات أو ما أكثر من ذلك إذا ما استمر الحجر حتى يعني ربع سنوي إضافي. بالتالي نحن بحاجة إلى أن تعود الاقتصاد إلى أو عجلة الاقتصاد للعمل حتى لا يكون هناك فقدان كبير بالوظائف، ولكن مع تدابير احترازية جديدة ويعني restrictions وضوابط ومحاذير قوية جدا حتى يتغير وعي الناس عموما. نعم، إذن شكرا رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دبي.